اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. ما تعرف خو غير المنية ولا كنت بايع ماي تصفية احسن لك. شغلتك بس تمن علي. هم قالت هم قالت تمن علي. ادري اذب روحي اذب روحي من السيارة لو اذبت شنت مرة. احنا قررنا ما نعطي غيره ونعطي فلوسها تكاليفها الامور خيرية. شوف انا شلون نسيت اليوم عيد ميلاد جليل يوم عيني. يا الله وفق ابني جليل وانطي الصحة والسلامة ان شاء الله. حبيت نظرتك للحياة عجبتني. شكرا. حضرتك مع الأهواز؟ إيه بس صار لي مدة طويلة برات البلد. شفتك تصور طول المسير. أنا دارس فن أرسم صور. سنيورا إيش قاعد تسوي؟ أنا هلاهن بتحج علي ياخذون من عنده صورة افتكينا من هذن اللعابات وافتكيت من روحك. ألف مرة يقول لك أحب الشاطئ، أحب الماء، أحب السباحة، خلي له وقت. وقت السباحة يا وقت تتعلم سباحة. سراج أخوي أنا ما أقدر أعوف الفاتحة لكن راح أودي لك واحد يجي وراك للمحطة. هسا أمحيها الصورة سراج كسرها لحظة على راسك. أقول لك بالخدمة بها أيام مرة وأيام حلوة. الله يلا ليش يا قطر؟ أخوك ما تعرفه؟ فنان ومصور ومن زمان هم ما شايف البلد. تكون شوية أنا عطلك يعني. تعطني شاشنو؟ على ما خالتي تشتري الغراض وهاي. ما تستحي من هاي الكلك؟ شوف شغلك بابا. اي والله انا النوبة استحي. وانت ما تستحي جهد جدي؟ عيني انطيني هذا باب السفنج. اريد اغسل هذا الطيب، ايش قد يصير حسابه؟ 350. 350. شنو تراليها؟ ان شاء الله راح نتزوج وناخذ بيت. انا ما قدرت ادبر لي ضامن عشان غرض الزواج. Thank you.
وصلنا ابويا قاع البوتين بيع 200 كيلو. جلول جلول ويو الو جعانتنا ما يطحلونا يقطع. الو شلونك؟ لا ما يطيح الحين شويه. ترك قاعد ماشي تعدي. لا لا ماكوش ماكوش بس هنا انتين شو ايه شلونكم؟ زينين؟ امك شلونها؟ خالتي خالتي طيني طيني يا عبد الله خلني حاكي عنت علي ترقعي عزيزي. الو خاله شلونك؟ شو احوالك؟ الهواي شلونين؟ اقول لي حق مالنا وايش؟ خاله لا لا هذا حلو الحمد لله والله هنا كل شيء تمام بس وين الغربه مريتنا وماي ماكوها. اي انا بتاعي اثير ماي قاعد ادور على بيتنا منا ما يبين قاعد الارض غدت لي تقول تبقى اي مبج قد حلوه زرقاء لا حروب لا بوق سياير لا ازدحام لا قالوا قليل بس ناخذ لنا كم عربان تراب من القمر ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا بيد الله يبلي الصوغه شيء ليل وجواري شنو تردين؟ اي شكر شوية ودونا شكر شايات شوية راسي ضيع انت ودارت بي الدنيا انا. اجيب لكم كم نايمة شوية شان هلا هلا عليل شان ضوى شارعنا ظلمة زحمة كان ماشي ما زين قرصنا هاي كنا احنا وصلنا لكم شو هاللي يريدي جدامنا واصل لا يريدي تعدي ما نززني الله كريم بعد احنا هاي هلا 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 اخوتي يلا يلا في امان يلا ابوي دخل دارك شاكر شاكر ها انت عندك مشكله؟ انا لا قاعد بهذن ما ادري ناقصات حساب دائما من حاكيك انت بالثالثه تجاوبني شنو مشكلتك؟ ما عندي مشكله بس اقول لك خاف اقول لك شيء وانه تختار علي انت خلي هالشيء ما قلت اقول بعد كمل كمل اليوم ما تقول لي شنو قعدتنا هنا احنا؟ اصبر ان الله مع الصابرين صارت لنا ساعه زمان هنا قاعدين شاكر شبيها يعني؟ هو زحمة لازم نطلب شيء اطلب يا وكاظك ما عاد فلوس ما عندك فلوس؟ يا واش 500 ألف وين راح مال التمثيل؟ صار 500 مليون ال 500 تطلع برا من الحوش تشتم هوا خلصنا شو الهوا صار بفلوس؟ قاعد اقول لك مثال تبين هاي المعادن والاملاح اللي بالتراب كلها صارت بفلوس ما؟ لا شاكر لا ايش هو؟ هاي امي؟ ها؟ شو سوى هناك؟ قاعد خالتي ولا ذهب هلا كرامتي هلا يا امي هلا هلا خاله طيني يا عمي شاكر الله مرحبا يا اسبان شكرا انا هنا اشكر ساعة الزمان معطلنا هنا هذا ولو قلت لك اصبر بعد الصبر فرج حلو الكيكة زاحمتي امه بدوار اصلا خلي اشوف هسه بخدمتك بخدمتك هاي الصورة شوفيها يوه هاي أمدك وأمدك تصويرك هيك مو تخسيره البابا هذا الموبايلات ما هو ياخذ إذن من عدي خاطر أنا أكشخ خاطر عدي الخاتشيتي إيه حق إيه حق حق أوكي يلا يلا بالله هسدي صوروني بخدمتك صوروني تفضلي خليك شخ ورع إيه إيه بخدمتك ضحكتي؟ اي هاي الصورة كشخة احسنت يعني سووها فوتوشوب لي بخدمتك تعرفين ايه؟ فوتوشوب انت؟ يعني بالانترنت اي تستاهلين تفضل يلا. شوفي شلون صارت حلوة خوش خوش عدلوها لي سووها لي فوتوشوب يلا استاذيتو استاذن من عندك ايه وذاك نمحيه اي بخدمتك تنوش
انت وين جايبتني ها؟ انا اخاف ما يرجع نده رح ارجع ما ظل هنا. وين تخافين؟ حكيليش هنا حتى الزلمه تخاف تدخل. انت شلون جايبتني؟ احنا بعد وصلنا خير خلاص شغلنا ونروح. تدرين هاي منين وياهم يجون هاي يسوي لهم شغل؟ تعالي امشي شغلتها فنينة تمام. انت مطمنة على شغلها؟ نعم امشي نداية يتي ما تروح بلاش. نعم امشي لا تخافين امشي. شو ورطني يا باني سانا شي اللي بيها صبري صوتي انا مثل الثولات بتروعك. سهام قلت ليش مين تعرف اسمي؟ قلت ليش تعرف كل شيء هاي توني شغلة مو قلت ليش ولا حتى اسمي تعرفيه كل شيء تعرفيه. لازم انا اسافر شاي المسألة وايد طويلة كن اركض وراه وما الحق. أديب أديب تعال بابا روح اشتري لك شيء من الدكان تعال عينك مش سايب روح. الوالد توفى وانا عفت الفاتحة ويتك لما اعطيك وعد وانا صاحب وعد. نعم انه رجال على الوعد وفي واذا اعطى لاحد وعد ما يوفي بوعد. ايش رايك انت لما تروح تشتري لك شيء من الدكان؟ شكرا لك قبل بعض دقائق اكلت المقسوم وايد شيرين شاي اجعد واسكت تفضل. الله يرحمه والله يجبر مصابكم. والدك خوش انسان كان والله والدي يعني كل الناس تسولف من بي على محبته الله يرحمه. قالوا هيك السالفه وايد طويله. ما هي طويله ولا شيء كلها ايام تخلص الفاتحه والفندق باسمي انا. كانت غار الوصيه نعم أنا وكيل العائلة الوصية عندي مثل ما مذكور بيها الفندق المنير. شكرا هذا هم وكيل العائلة والفندق باسمي. أنا بعد 3 أيام موجود بيناتكم تفقوا وخابروني. ما يصير خاطرك إلا طيب إن شاء الله راح نتصل بك. شرب شايك تفضل. ممنون واشكرك وانا عندي عجله. حياك الله يا اهلا ومرحبا. يا مالا اهلا اهلا الخبر من عندكم؟ ان شاء الله ان شاء الله تدلل ان شاء الله باذن الله. سلمكم الله. حياك رافقتك السلام وداع. باي باي. ولك منين جيت بهاي وكيل عائلة؟ عجبتني. لا تنسى بأنني المفتش جابر بوما. عافية جابر بوما. وجديدا أصبحت كابول. فتش باللبن. خاطر هاي سالفتك راح أعزمك على غدا. أقول لهم يجيبوا لك صيخين كبار؟ لا منير. ها؟ اتتوي يعني شو تريد؟ والله لو غوزي. اشرب شاي اشرب شاي غوزي صب لي باك غوزي. اقول لك هسه شو نسوي؟ وهقتنا مثل ما قلت لك تخليني بنص ساعة اطلع لك سند انكف السالفة. لا 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 سند ما اريد ما بي على المشاكل ومحكمة وقانون وهاي ما بي علي انا. شوف انه غير شيء. شوف ما حد يعرف القانون قدي. انت تعرف القانون؟ انت لو تعرف القانون ما بطلوا الوكاله مالتك يا قانون. شوف انه غير شيء.
عوف الماضي عوف الماضي. قلت له تخليني امشي على طريقتي. قلت لك ابن الساعه والسند بيدك. ما اريد سند مزور ما اريد. شوف انه غير شيء. ولك واحد ابوك حلاله هو الفندق باسمي ابوقه هو باسمي. شوف انه غير شيء. لا يطفر من عندنا هذا. ها البارحة علمتك بكل شيء عليك فعله. لازم تروح تشوف وكيل ابوك. بركة الله مني منك جيس العبرة. قلت الله بغلينات من هاي الدولارات تطلنا ياهن نقدر نلعب بالوصية والفندق يصير باسمك. اشرب شاي. نقلي لها ايش تعدين ما ترضين تسويها. تقلي لها وش اقول. الحقيقه انا اريد ازوج اخت زوجي لاخوي. والمشكله ادري بيها هي ما تقبل. انت برايك نقدر نحل هاي المشكله؟ ما نقدر. تبريها من الزوجة اخوك بعد. المشكله بس بيدك بعد. شو تقولين؟ شغلها زين. شوفي قلت ليك لا تمام زين. بس انت قولي لي المطلوب مني شنو؟ انا لازم شو اسوي؟ هلا شوف الجماعه شو يقولون. يا جماعه جماعه هي تعرفون سكتي سكتي صار في بيها جماعه. الجماعة طلبوا خرفان. خرفان؟ هذول الجماعة الجماعة شنو ميتين هذول؟ صبري صبري جماعة صبري. ابتعداد عائلة البنت. هما كم خروف؟ أقصد كم نفر بغير زوجك؟ حافظوا حافظوا غير زوجي 5 نفرات. حلو. شان زوجك تجيبين يمل أفريقي. شنو؟ ايش تخربط؟ هذول الجماعة يقولونها. شنو أنا عندي بالله عليك حديقة مات حيوانات منين يبيلها يمل أفريقي؟ لا تستعجلين هسه تطيش حد. زين وبعد؟ هذن الأشياء اللي قلت لك بيهن شان الجماعة. أنا حقي وحد. زين أمريني شقد يصير عن هذن الفلوس خدمتك؟ مو قابلات. لا ما يصير خب شغل بلاش. وين صايرة؟ قول ايش قد يصير. خليهن بحسابي. حسابك يا بطيخ. تفضل قولي ماكو مشكلة. ميلاد البنت كل سنة نوط. هي على كل سنة نوط يعني ايش قد يصير. حسبي لي وعلى امرك. خلص ادفعهن ماكو مشكلة. ايش قد تاريخ ميلادها؟ وين ادري بيها هاي؟ ما ادري الف وث... لحظة عفوا. الو اهلا تفضلوا. شلون؟
الشرطة؟ نعم نعم أنا أختي. خير صاير؟ لا تجيس. هلا بخالتي، هلا بيج. عيني والله يما خجلتيني، ما أدري شو أقول. عاشت إيدك، وأنا أصلا نسيت اليوم ميلادي، فاجأتوني. ليش عبالك؟ إحنا يعني قلت لك اللي يصبر إلى الرزق. خالة موتني كل ساعة، قال لي خنقوم خنقوم وشو نسوي قاعدين. بس أنا احتفظت بسر ما قلت لي. كفو بك يا أم عين. عين الله يحفظك، الله يرزقك. فدوى أروح لك يما، أتمنى لك صحة، الله يرزقك، الله يطول عمرك. حياتي أنت يما، بس ما حبيت هيك تتلوعون على شاني. شو سوينا؟ لا احنا شعدنا غيرك. والله صدق انت ما بيك فايده، بس ريتك احنا نحبك. كان كم جليل عدي، هذا هو. الله يسترك يما ويحفظك ويخليك لنا. شكرا. ايه خاله العدوانه. جليل ورده بستان عمري. وانا انا انت مغير ورده شكور. ودت القاع اللي نخضر بيها يا خاله. عمري حبيبي اروح لك فدوى. يما هاي انا اتشكر منك على كل شيء، على صبرك، تعبك، وجودك، واتمنى فرد يوم اعوض لك. عمري فدوى اروح لك يما. لا لا زحمه هنا. ليش؟ انا امه. وين يدرون امه؟ انا توي بتجد حخنا عليك. ايه خلي يطفي الشموع. ايه والله يستاهل جلول. بس وين رحتي خاله؟ يعني جايلي صدق هو. يلا يا ام عيني. يلا. طف الشموع. لا 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 اكو اكو جوايج. شلون؟ اول غمض عيونك وتمنى شيء. اه اي صدق يقول. يلا. تمنى سد عيونك. الحب لا تنسى الحب. انت ما تقدر راحة. عيني يا ام الله يفرحني بعرسك واشوف احفادي ان شاء الله. عمري يا ام. اوقف اوقف اوقف. اوقف اوقف. تمنيت انت؟ ايه تمنيت. يلا هس غمض عيونك. يلا طفي الشموع، كتلنا اليوع الكيكة بردت. يلا طفي. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة. لحظة لحظة. خالة انتي وجليل سكروا عيونكم. ليش؟ عندي هدية لك، هدية لأخوي جليل. يستاهل هو. وانت احسن يلا. هدية. غمض عيونك. غمض. مو تحدون عيونكم. عليكم الله. شوف شو اللي سويت فيك. خلي يا امك مو احسن لك؟ هسه جاي هنا المملوى روحك، راح اوديك المدينه الالعاب فوق تلعب على كيفك لحد ما اخلص شغلنا وي وراك. مدينه الالعاب انه شنو؟ يبا مدينه بها الالعاب. مدينه الالعاب يا بهجه الاطفال، بفسحه الالعاب تنشط الابدان، تروح اذهان. هل علمت ما هو مدينة الألعاب؟ هي دري شنو مدينة الألعاب؟ والله أنا إيش ما دري إيش تقول، بس أدري بيك حكيك صح. هباقي إيه جوز أخوك. نعم الله عليك، أحسن من أبوك. أطلع. مدينة الألعاب هو، ألعابه. هذا البيت اللي قلت لك عنه.
شوف وين محافظ الأوضاع للأسف. الله كريم الله كريم. سلام عمو. سلام. شلونك بابا زينة؟ الحمد لله. يا وعدكم روحي صحي الواحد كبير خليجي من الباب. حسن. بارك الله بك. إن شاء الله نقدر نساعدهم. إن شاء الله. الله كريم. بابا تفضل داخل. أحسنت بابا. تفضل أخوي. تفضل. يا الله يا الله يا الله. سويتيها طواله؟ طفرتيها من ايدي انا؟ قدرنا ناخذ مبلغ زين من عندها؟ انت قلتي خوفيها. اي انا قلت بس انت سويتيها ظلمه، شردتيها. راح ترجع. اش ترجع بعد؟ خلى روحها خلى روحها لا تشك بينا. عليك يا حساء، ايش اقول عليك؟ دايما انك شالع قلبي، ما وراك بس الطلايب والمشاكل. الله يعلم هالمره شنو من غمه مسوي لك. ما ادري ليش هذا البشر، ما ادري ليش ما يحط ريله على القاع. ما نثوله افتر بالبيبان يا هاي العفريته ام خرفان وما ادري يمل افريقي ما ادري شنو. أقول بركة الله يتزوج ويهاله وتنحل مشاكله، يصير عادمي، يصير مصيبة طاحت على راسي. بس لا، هذا ما من وراء فايدة. والله يا منير الحق عدك، أخوي على هالحالة منها للموت لآخر عمره، ما يستعدل، يظل دايما ماشي تعوية. يا رب وشلون بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الوالد. والدك كان إنسان طيب وحنون والكل تحبه. ما شفنا من عنده إلا زينة. إيه الله يرحمك يا أبو حافظ. إنسان بمعنى الكلمة. هاي سيرة الحياة. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. الموت حاق وما بينا نغير واقعنا. رحم الله والديك. ما نقدر نقول لا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي الدنيا ما تدوم لحد. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. أحسنت. مثل ما لا تعور يدك. آسف لغد فلتت الأرض من يداي. فلتت من يداك؟ شقد ما تبهوس بيها؟ أعطيك شيء تروح تشتري من المحل؟ لا هنا عندهم كاكاو. إيه تفضل. آسف. لا العفو العفو. أنا جيتك على شغلة وأريدك تساعدني بيها. إيه بالخدمة أمرني. مثل ما أنت تدري أنت وكيل العائلة، والوالد قبل لا يتوفى كاتب الوصية أعطيك إياه. إيه الله يرحمه أبو حافظ قبل لا تسيء أحواله يعني للمكتب وطلب من عندي جهز الوصية، والحمد لله جهزت قبل لا يدخل المستشفى. عذرا، هل عندك كأس من الشاهي؟ إيه دقائق إن شاء الله يكون جاهز. استرح 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 استرح. لا تشرب شاي؟ خليها. عندنا شغل عندنا شغل. إيه أستاذ، كصديق كأخو بالخدمة، أريدك تقرأ لي الوصية. شلون؟ أكيد قاعد تشاغى. لا ما أشاغى. شوف أخ منير، أنت من حقك تدري الوصية لأن هاي وصية والدك، لكن من لحاظ القانون الوصية تنفتح بحضور كل الورثة. القانون، وأنا رجال القانون، يا تعلمني بالقانون.
أستاذ القانون خليه على صوت. ما أريد ندخل بالقانون، أريدك تفتح الوصية وتقراها لي. شوف الوصية ما تهمني شبيها ما بيها، شي واحد يهمني، الفندق. حسنا إذا قرأت لك الوصية شو اللي راح يتغير؟ ليش؟ راح تتغير أشياء كثيرة. على الفندق ما هو باسمي، راح تسويه باسمي. تالي وسهمك محفوظ، راح أعطيك دنيا جديدة 20%. تدري ايش قد 20%؟ جواني 20% أغير حياتك. أنا أسوي لكم شاي أحسن. كيفك؟ عندك قهوة شوي؟ أنا وايد عيزان. قهوة وشاي أخضر لو سمحت. إن شاء الله قهوة شاي أخضر. جزاك الله ألف خير يا محافظ يا أخوي. ترى اليوم شلت حمل من على اشتاف هالعائلة الفقيرة هاي، بارك الله فيك. الله الساتر، الله ينطيك انت اللي عرفتني بهذول الناس، انا وين كنت اعرفهم؟ لا شكر على واجب اخوي، هاي وظيفتنا. ترى بالمناسبة انا ما سويت شيء، الفضل يرجع لصديقي اللي دلاني بعنوان هذا البيت. الحقيقة ابو علي يوم طبينا بالبيت خنقتني العبرة، يوم شفت البنات قاعدات على الجواني هذا قلبي شم نار. اي والله صعبة كانت، بس انا ما ادري يا الله شلون عايشين. الابو مريض وطايح بالفراش. أيوة. ابسط امكانيات الحياه ما كان عندهم. صدق منين يجيبون ياكلون؟ شلون عايشين؟ لا اله الا الله، لا ثلاجه لا مكيف، هذا الحر هذين البنات وين يرحل؟ مسكينات صعبه كلش صعبه، بس الحمد لله هسه الاوضاع شويه استحسنت، هم صار عندهم مكيف وهم زوليه وهم ثلاجه. الحمد لله. طبعا هذا بفضل الله وبفضلك انت يا مرت اخوي. والله يوم شفت ضحكة البنات يوم شافن اللعابات والأغراض والهدوم تسوى الدنيا هاي الضحكة. أي والله خصوصا فرحة الأم. شفت شلون فرحانة؟ إيه أبو علي. نعم. لو توجيت صدق فغرة أمون كانوا تشريمين. نعم تشريمين وإيدهم خالية. أنا ما أدري يا الله ما أدري شلون نقدر نساعدهم. ليش الوادم ما تساعد؟ ما أدري. الله كريم ونعم بالله. الله كريم، ما دام خيرين مثلك موجودين احنا بخير ان شاء الله. عساكم بخير، بس والله يا ريت يا ريت كنت اقدر اساعد اكثر من هذا الشيء، بس الله هو الشاهد، العين بصيره والايد قصيره، شو اسوي؟ اريد الشكر من عندك يا مرت اخوي اللي خصصتي مخارج الفاتحه وتكاليفها لهالعائله الفقيره هاي. الله ينطيش دنيا واخره يا اخوي. بارك الله فيك. الله يسلمك. انا متاكده روح ابو حافظ بديك الدنيا كلش راضيه ان شاء الله. الحد يوم كان عدل كان يساعد الفقره ويقضيتهم. نعم اخوي ابو حافظ الله يرحمه كان دائما يساعد الناس. الله يرحمه الله يرحمه. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در
انواع اتاقهای دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر ستاره بزرگ اهوازی. بس أنا الحقيقة ظالة بشغلات الدنيا بحصة لقمة الخبز. تدري شن هي؟ إذا غاسمين الخبز واحد والثاني والله العظيم لا كان عندنا جوع لا فقر ولا احتياج. صدق. بس خليها مع الله، الله كريم. خلنا نروح لكم السيارة. ألو، سلام عليكم. سلام عليكم. الله يسلمك. تفضل، خير إن شاء الله. أقول خويا محافظ، أكو موضوع مهم ولازم أكلمك فيه. إيه، منير عندي هنا بالمكتب، والواقع طلب من عندي أغير الوصية لصالحة. أنتم لازم تيوني بأسرع وقت للمكتب حتى نغير الوصية مثل ما اتفقنا إحنا عليه. أنت هسا موجود بالمكتب؟ إحنا هسا إحنا جايين، هسا إحنا جايين. نعم، فهم علينا، فهم. صاير شيء؟ إيه، نروح هناك للمكتب. صار بيها لعب، ها؟ توك تتكلمني من القانون وقانون، تبين الوالدة عندها خطة للحلال. ليش يوم تشاودر اللو يا الولد. خوش نلعب بس بقانون منير. نلعب. قوم. وين؟ خلص شغلنا هنا واستبدت اللعبة. هل احنا شاربين شاي؟ امشي. احنا عود شنا الطهران حركنا وينا وصلنا قدامش للفاتحة. والله حقك ما الومك، ما تدرين. واحنا كنا نتونس. وين كنا؟ البارحة للصبح كنا هناك بالمستشفى. واحنا طالعة من خشومنا. والله مرات احسدكم عيالكم، انتم اللي بعيدين ما يمكم شي، كل الضيم على روسنا احنا الجريبين. لزمان ذاك المرحوم شغلهم بنيانهم روحتهم دشتهم، حتى شوف عينك حتى الموت كله على راس هذا منير المسكين، وشغلهم هم طايح على راسي انا ما حد غيري. ساعدكم الله. أنا أخو من زمان أحبي تدرين بي، وإنه بس سمعنا بالخبر حركنا وينا. بس شبيدي كل ما أقل الأنور يقل لي ما نفارق ملتهي بالشركات خطية ما عدة وقت. وبهذا الزمان يعاول عدة وقت. نركض وما ملحقين. خليها سكتة خي صباح، خليها سكتة حبيبتي. صباح خليك كشخة يا عمري. اي حقه، نسيت غيرتي اسمك وشلتي حرف الحاء من اسمك. عيني سابوجون، سامحيني. والوفو.
من ناس اقول لك سهام وين اديب؟ ايش قد مشتاقت له عزيزي وين هو ما شفته؟ راح ويا ابو نرتاح منه شالع قلبي لو بتحسه كبران وصاير حلو متغير وين؟ خلفة هالسنين يكبرون؟ ماكو سلامة هذا الاكل الكل هرمونات وهاي الفاسفود اللي ما يكفونها لا يكبرون ولا شيء عظامهم رتشيتشة اي والله صدقتي بس بسلامة الموبايلات والانترنت ومخوخهم كبرت عزيزتي والله انا ما اشوف نفع من ورا الانترنت والموبايلات لا يكبرون ولا شيء يفكرون يعرفون كل شيء بس هم كل شيء ماكو الله كريم بس عوفينا عوفينا من هاي السوالف قلي لي انت سويتي ما سويتي علشان شنو شلون شنو بعد شنو موضوع الخلفه خلفتكم وين وصلتوا خليها سكته يا خي لا ظل طبيب ما رحنا ايش قد عالجنا بس ما حوشنا نتيجه شو اسوي ذبيناها على الله كل شيء بيد المخصوم يعني هيجي المشكله كبيره اللي ماكو طبيب يعني يحلها ويلقى العلاج ما يصير بعدين انتم اطباءكم هنا اطباء طهران بعد عندكم احسن اطباء مو مثل مستشفياتنا ولانها مقبره خي السهام بلكت مو مخصوم كل شيء الغاز ما الله يصير شو اسوي شو سبيناتنا مشكله منك من ننوار مشكله من عدي انا صقيت والله تريدي لها شكران لو بكانك احب ايدي واحطها على قصتي والله خوي الزلمه انور حتى هسه ما جاي فوق راسك مره لا انور يحبني وما هو مال هذا السوالف وانا الف مره قلت له بس يقول مو كل شيء بالخلفه الله فغيره انت ايش خيرك بسيطه هو يقول لك هيك بس بقلبه غير لان الزلم ذياب كلهم على هالرنه لا صادقين والله انا طرحت عليه الموضوع قلت له اذا تحب روح شوف حياتك مع غير وحده اتزوج بلكي يصير عندك خلفه بس هو ما يقبل ومن يسمع هاي الشيء يزعل يقول اصلا لا تحكين هاي الحكايه انا ادري الله يصافيكم انا خو اطيل حق وقلت له هاي الشيء اذا قبل ياخذ مره بس ادري بي ما يقبل يحبني تدرين شو يقول شو يقول يقول له وايدين صار عندهم بنات واولاد وكبروهم وتعبوهم بس وين؟ تالي من راح وكل من راح في سبيل حاله.